وفي الفقرة الثقافية يقوم الفنان باسل بوخزام في متجره ببلدة كفرحيم بجبل لبنان بإنتاج رسوم إبداعية من الصلصال الذي لم يتم معالجته من قبل ويحتاج للكثير من العمل، وقد يتطلب الأمر قضاء ساعات في تكوين قطع أساسية من الفخار للبدء في العمل بها. وأبسط خطأ قد يدمر قطعة كاملة أنفق فيها ساعات من العمل، ولكن ليست تلك هي الحال بالنسبة لباسل بوخزام، فهو يستمتع بكل ثانية يقضيها في مرسمه بمنطقة الشوف، حيث ينتج رسوماً إبداعية ووجوهاً ثنائية الأبعاد وغير ذلك من الأعمال الفنية الفخارية التي تعكس ثقافة وتقاليد لبنان.